ما بين الأنغام العراقية التراثية وظفاف دجلة، فرش مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ مائدته الفكرية. غذاؤها الكتاب وجالسوها المثقفين ومحبي المطبوع الورقي، عملا منهم بإيقاف إقصائه بالكتب الإلكترونية. 70,000 مطبوع حضرت بألوانها وعناوينها المختلفة، نصفها في بغداد والبقية حلقت إلى محافظات أخرى لتخط الموسم 9 من حملة العراق يقرأ. جاءت دورة متميزة لأنها لا تعقد في بغداد فحسب، إنما نلاحظ بأن محافظات مهمة من محافظات العراق، الموصل، البصرة، الأنبار، ديالة، ديوانية، كلها تحتفل في هذا اليوم وتحت مسمى كامل أنا عراقي أنا أقرأ. السنة أفضل، أكو تنوع، يعني كانت تقتصر الكتب على الروايات الطويلة اللي أحسها أنه مبتذلة يعني، والفلسفة اللي تكون معقدة وطويلة، بس هسه الكتب اللي دا أشوفها بهذا المهرجان أنه كتب تخص دراستنا وتفيدنا بالدراسة صراحة، يعني كتب علمية بحتة. زوايا مختلفة احتواها المهرجان للطفل، مساحة غنية منها بالنتاجات والفعاليات الفنية استهوت قلوب الكبار قبل الصغار. كما لم يخلو المهرجان من تسليط الضوء على بعض القضايا عن طريق اللوحات الفنية وعرض النتاجات الفكرية وإجراء المسابقات ضمن فقرات مستحدثة تطرأ للمرة الأولى على واقع المهرجان. القصص اللي موجودة والكتب اللي موجودة للأطفال حقيقة قصص جدا جميلة ولأعمار مختلفة، لكن للأسف أنا لاحظت أنه اهتمام العوائل أنه تصحب أولادها إلى مثل هكذا مهرجانات قليل للأسف، فلذلك هذه دعوة أنه تهتم العائلة العراقية بإشراك الأطفال في هذه المهرجانات. وأنا طلعت على هواي من الكتب، وهاي الكتب قرأتهن والكتب كلش جميل، وأنا كلش سعيد بوجودي هنا. شبابنا أو مجتمعنا اللي موجود، مرينا حصرة بفئة الشباب، بحاجة إلى القراءة، بحاجة إلى الاطلاع، بحاجة إلى الفكر. أنت المجتمعات والأمم والشعوب إن اطلعت إن قرأت فرح نوصل إلى مستوى أكثر كفاءة، رح نوصل إلى مستوى متقدم. يسعى المجهود التطوعي للقائمين على حملة العراق يقرأ إلى سحب المجتمع الثقافي إلى عالم القراءة الورقية من خلال توسع دائرة المبادرين وجذب اهتمام الناس وإدامة حضورهم في مثل هكذا نشاطات، والتي تصلح أن تكون طوق نجاة من غرق الشباب في فراغ السوشيال ميديا أو ما هو أبعد من ذلك تأثيرا. علاء الحديدي، بغداد، قناة الفلوجة.